تم وضع الخطة بكل دقة واهتمام باتفاق مع قيادة عمليات كربلاء. وبالنسبة للخط ما يعني المرور، تم إسناد مديرية مرور كربلاء بعدد كبير من سواء من المنتسبين والدراجات والدوريات، ونشرها على ثلاث محاور: محور بغداد ومحور النجف ومحور الهندية، ومن أجل تسهيل عملية دخول الزائرين إلى كربلاء بانسيابية عالية. والحقيقة أي قطع ماكو، أنتم كل لاحظتوا الأمور دا تمشي بانسيابية وبشكل جيد، ماكو إعاقة للزائرين، الأمور ميسرة والحمد لله والشكر. الأعداد الغفيرة اللي شفتوها جت تدخل كربلاء وتخرج بشكل جيد.